اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم سلوكيات حياتنا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن اتيكيت التعارف لأول مرة. يمكن البعض لما بيسمع الاسم ده بيتوقع انه هو في اتيكيت للتعارف لأول مرة، انا اول مرة بسلم على حد وخلاص بتكلم معاه في الحديث اللي زي ما بيقولوا كلام بيجيب بعضه، وفي النهاية بسلم عليه تاني وبمشي. هل الموضوع ده محتاج ان احنا يبقى فيه اتيكيت نتعرف عليه؟ بالفعل. طيب ايه هو اتيكيت التعارف لاول مره، وايه الحاجات اللي ينفع اعملها وما ينفعش اعملها؟ بدايه انا لما بتعرف على حد لاول مره، هل الحد ده جاي لي البيت ولا هنتقابل في مكان عام بره؟ لو جاي لي البيت دي قصه تانية خالص وليها ستبس تانية خالص هنتكلم عليها بعد شويه، لكن لو هنتقابل بره في مكان مفروض انه بيكون التعارف يا اما عن طريق شخص ثالث او عن طريقي انا وهو، انه احنا مثلا اتقابلنا في مكان ما، مكان شغل بيجمعنا شغل، وبالتالي الشغل هو اللي خلانا نجتمع ببعض لاول مرة وقعدنا في مكان وابتدينا ان احنا نتكلم. اول حاجة لازم اتبعها هو ان انا مشيلش الكلفة. طيب وقبل الكلفة هي السلام والتحية. السلام والتحية يا ترى بيكون ازاي؟ في ناس متخيلة انه عشان اكون ذوق واتيكيت لازم اسلم على اللي قدامي وابوسه كتير واحضنه كتير، سواء امرأة او رجل، والمرأة كمان بتبقى متخيلة انها لازم تحضن اللي قدامها قوي، انا حقيقي سعيدة ان انا شفتك، وتبتدي تسلم مرة واتنين، او يعني تديلها قبلة مرة واتنين وتلاتة، وده مش اتيكيت خالص. لو كلنا يمكن رجعنا شوية بالزمن القديم، الأصل الإتيكيت إن هو ما فيهوش سلام بالقبلات. أول مرة أنا بسلم ومن باب التحية إن أنا بمد إيدي، وبيكون فرق بيني وبين اللي قدامي مقدار الـ يعني قدر إيدي ما أمدها وهو واقف الناحية التانية، وأسيب بيني وبينه مسافة كافية. السلام بالقبلات ده بيكون للصحاب القوي، للقرايب القوي، لولادي، لكن الأول مرة أشوف حد مش بسلم عليه وأقبله أبدا. وأنا بأكد على البوينت دي أو النقطة دي كمان علشان الفيروس أو الوباء اللي منتشر دلوقتي، وهو يمكن المحور بتاع موضوعنا النهاردة، ويمكن الاختيار بتاع موضوع حلقة النهاردة، علشان إزاي نقدر نعرف نتعايش مع بعض من غير ما حد فينا يزعل دي ما سلمتش عليا. هو بالفعل الاتيكيت واصل الاتيكيت هو ان انا ما سلمش وابوس حد. الفكره انه انا واصل الاتيكيت ان انا بمد ايدي وبيكون في مساحه وافيه بيني وبين الشخص اللي قدامي. تمام، خلصنا النقطه الاولانيه وسلمنا على بعض، بنبتدي نقعد ويبقى في كلام ما بيننا ان احنا نتكلم. انا لو عايزه اعرف معلومه من الشخص اللي قدامي ببتدي اقول له انا اسمي شهندة شاور، علشان هو يقول لي انا اسمي كذا، لكن ما اقولوش وانت. تمام، بلس كمان او زائد انه انا مثلا عايزه اقول معلومه عن نفسي، انا بشتغل، انا مثلا هعرف نفسي اقول انا شهندة شاور وبشتغل خبيره ومدربه اتيكيت. هو كمان مفروض او هي كمان هتبتدي انها بالطبيعي انها هتقول انا اسمي كذا وبشتغل كذا. ما بتديش من اول مرة ان انا اسأل الشخص اللي قدامي واقول له وانت الحاجة الفلانية مش مظبوطة عليك، اللفظ الفلاني اللي انت قلته غلط، اللي قدامي ممكن مثلا هو بيتكلم قد يكون تلفظ لفظ مثلا بلغة أجنبية بالإنجليش غلط، المفروض ان انا اقول له ايه ده اللفظ ده مش صح خالص، انت المفروض اللفظ ده النطق بتاعه كذا. طيب ايه الاتيكيت في ان انا اتصرف مع شخص نطق نطق غلط قدامي؟ اجي اعيد تاني نفس الكلمة اللي قالها بالنطق الصح. يعني ولنفترض مثلا انه حد قال قدامي مثلا على جوث مثلا العصير، انا عايز مثلا جو من غير ما يقول السين اللي في الاخر، الاس اللي في الاخر جوث، ولا انا عايز جو، انا باجي اقررها تاني قدامه واقول له فعلا الجوس ده حلو قوي او طعمه حلو قوي او اختيارك فعلا صح، لكن ما اجيش اقول له مثلا انه انت قلت كلمة غلط، انت نطقت الكلمة بالانجليش دي غلط. طيب احنا دلوقتي ابتدينا من البداية خالص اتيكيت التعارف لأول مرة، وقلنا التحية انه لازم انا اسلم بالايد،
بمناسبة الإيد، أنا لما بقعد وأتكلم في ناس بتتكلم البادي لانجوج بتاعتها أو إن هي بتتكلم بإيديها، يعني بتبتدي تعمل كده كده كده، وممكن تقرب من وشك وتقول أنا رحت أنا جيت، وتلاقي الإيدين بتتحرك في كل مكان. ده دوليا الإتيكيت الدولي رفضه تماما، وفكرة إنه أنت تتكلم بإيدك دي ممكن في دولة تانية تتفهم غلط. المفروض الاتيكيت انه انا بفرد ايدي، ايدي بتبقى جنبي وايد على ايد بالظبط كده، وظهري مفرود وبتكلم، ولما باجي ايماءة بايدي بسيطة وهي مكانها كده وبعمل كده. ده لو انا قاعدة، لو انا واقفة برضو نفس الموضوع، ودول هنا الاتنين لازقين جنبي كده وبتكلم بايدي وهي كده، لانه الاتيكيت الدولي زي ما قلنا من شوية انه غلط جدا ان انا ابتدي اعمل ايماءات بايدي كتير. وزي ما قلنا من ثواني انه دوليا مش متعارف عليه ابدا ان احنا نتكلم بايدينا، ومن دولة للتانية بتتفهم غلط. طيب كمان فكرة انه ابتدي اقعد مع شخص واتكلم في الدين، فكرة ان هو ديانته مثلا مختلفة عن ديانتي، فابتدي اتكلم عن حديث او عن قران وابتدي اتناقش، او هو مثلا واخد في السياسه مثلا اتجاه غيري، وابتدي ان انا من اول مره ما ينفعش ان انا اتكلم لا في سياسه ولا في دين، لاني انا لسه ما عرفتش الشخص اللي قدامي، لسه ما عرفتش هو ميوله ايه، لسه ما عرفتش هو عصبي هادي اناني متعصب، انا لسه. فبالتالي بتكلم معاه كلام ما يبقاش ياخد من خلال الكلام بتاعي انطباع مش كويس، لانه كمان اول ثواني هي اللي بتدي انطباع عنك، والانطباع قد يدوم وقد يتغير. فعلشان كده بنقول ان انت وانت بتتكلم مع حد دايما تكون شخص لطيف ومحبوب، ولما تمشي وتغادر المكان تبقى سايب بصمة حلوة، ما يقولش ده حرق دمي، ده معرفتش اقنعه، او انا اقنعته باللي انا عايزه بس بعد ما طلع روحي وانتوا لسه اول مرة تشوفوا بعض. طيب الفكرة بقى في انه مين يسلم على مين لو انا قاعد، يعني لو انا مثلا ناس هنشوفهم لاول مرة وقاعدين مثلا على تابل، مثلا طاولة طعام اكل، يعني طاولة طعام في ريستورا او مطعم، وانا مش عارفة المفروض انا كست اقوم اسلم على الناس اللي جاية، ولا المفروض ان اللي جاي هو اللي بيسلم، طب اقوم ولا لا، طب اعمل ايه، ايه الاتيكيت في كده؟ الاتيكيت في ان انت تسلم مين اللي جاي ومين اللي قاعد. طبعا في مقولة دينية جميلة حديث بيقول ان اللي راكب بيسلم على اللي ماشي، واللي واقف بيسلم على اللي قاعد. طيب ده في الحديث، ولكن في الاتيكيت كمان بيؤيد نفس الكلام، ولا سلام على طعام. انت لو قاعد على تيبل في طاولة طعام ما بتسلمش، مجرد بس انت تقول اهلا وسهلا بيكو وباي باي لكل اللي قاعدين، وهم برضو بيهزوا لك راسهم، وبعد الاكل ممكن نسلم. كمان لو احنا قاعدين في كافيه عادي مش اكل ولا حاجة، والمفروض الست ما تقومش للراجل ولا تقوم لست اصغر منها او قدها، المفروض انها بتسلم بالايد وبيبتدي ان هي تقعد، ده لو اول مرة نشوف بعض. بلس كمان انه لو هي عايزه بقى انها تعرف امتى تقوم، بتقوم لو حد اكبر منها سنا، اكبر منها في المكان الوظيفي في شغلها، يعني حتى لو هي اصغر منها سنا بس اكبر منها في المكان الوظيفي في شغلها، بالتالي بتقوم لها. يعني الست مثلا بتبقى قاعده وداخله عليها مديرتها وهي قاعده في الكافيه، هنقول انها تسلم عليها وهي قاعده؟ لا، بتقوم وبتسلم. نفس الموضوع بالنسبه للراجل، طب لو هي قاعده ودخل عليها برضو راجل واكبر منها سنا او في المسمى الوظيفي اكبر منها، برضو هتقوم له، لكن لو اصغر بتسلم عليه وهي قاعده، وده الاتيكيت اللي بيقول مش احنا. وزي ما قلنا لا سلام على طعام. لو احنا قاعدين بناكل حابين ان احنا ندردش، المفروض ان انا اتكلم لما يكون بقي فاضي من الاكل علشان اللي قدامي، طبعا من الاتيكيت ان هو هيبص لي وانا بتكلم فهيشوف الاكل في بقي، فده مش اتيكيت. طيب ايه صح؟ الصح ان انا لو عايز اقول حاجه اقولها بعد ما اخلص اكل او بعد ما يكون بقي فاضي. ولو فلنفترض ان احنا فتحنا موضوع كل واحد بيتكلم، يعني بيبقى زي دردشه مثلا انه شفنا المتحف الفلاني افتتحوه، انا مثلا باخد حاجه من الطبق ده وبقطعها فبقول شفتوا مثلا الحاجه الفلانيه اتفتحت، فاللي قدامي لما بيخلص اكل بيرد عليا وهكذا،
بنقول موضوع لطيف ما يبقاش حاجة تخلي اللي قدامي يستاء من ان هو يكمل اكله، او ان هو يبقى قرفان مثلا انا لسه ما اعرفش طباعه ايه، فبالتالي هو ممكن يكون عنده قرف من موضوع معين، او ان انا حتى اجيب سيرة موت او حزن. طبعا ده مش موضوع خالص ان هو يتفتح على الاكل، وده للاسف انا شفته في اماكن كتير، بيكون عزومات في اماكن راقية جميلة جدا والاكل قد ايه شيك. طيب معانا تليفون من استاذة ايمان. الو. الو، ايوه استاذة ايمان، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ اهلا يا فندم، اتفضلي. انا بشكر حضرتك جدا، عشان حضرتك يعني بتقولي حاجات المفروض فعلا تتعمل، ميرسي. المفروض تتعمل، لكن في ناس اصلا مش فاهمينها يعني عامة، فبيحصل اصلا يعني في المشاكل الزوجية اكثريتها من المشاكل تبقى الاتيكيت دي يعني. بالظبط بالظبط يا أستاذة إيمان، حضرتك عندك سؤال؟ لا انا بتصل بحضرتك بس، والله انا بطل يعني خالص والله. ميرسي، وانتي نورتينا جدا جدا جدا، ميرسي لذوقك قوي، ميرسي. طيب نرجع تاني لموضوعنا، ونرجع نكمل موضوع اتيكيت التعارف لأول مرة. كنا بنقول ان احنا لو قاعدين على طاولة الطعام وفي الاكل، ولا سلام على طعام، وبلاس كمان ان لو حد اصغر مني انا مش بقوم، لو حد اكبر مني سنا او في المكان الوظيفي انا بقوم. وكمان اتكلمنا على انه ما ينفعش اي موضوع يتفتح على الاكل. طب في ناس ممكن تقولي هو اصلا الاكل مش مفروض ان هو يتفتح عليه كلام خالص. هرجع اقول تاني انه احنا بنفتح بس من باب ان هو بيبقى خلفية للقعدة، لطيفة، خلفية جميلة، بس ما ينفعش اتكلم والاكل في بقي. طيب نيجي تاني حاجة مهمة جدا، انه في ناس تقولي انا بشوف ان القاعدة الفلانية بتتناقض مع ديني، انا مثلا مش بعرف اكل بالشمال لان الدين بيقولي ان انا سمي الله وكل بيمينك. اقول لها ان انت صح، الاتيكيت متعارف عليه دوليا، طالما هيتعارض مع صحة، او ابتدي الاول بالدين، طالما هيتعارض مع الدين او ثقافة مجتمع او شعب، او هيتعارض مع صحة، فورا فورا انت تكسره. طيب هنرجع تاني، لان انت هتكسره وتاكل مثلا بايدك اليمين، اصلا في طريقة في الاتيكيت هي ان انا اكل باليمين. طب ازاي الطريقة دي؟ هي ان انا همسك السكينة في ايدي اليمين والشوكه في ايدي الشمال، هثبت الاكل اللي انا عايزه اقطعه بالشوكه وابتدي اقطع بالسكينه، ومش هاكل، انا هقطع هقطع هقطع، وبعدين هسيب مثلا القطعه اللي انا قطعتها، وبعدين ابتدي اكل باليمين زي ما انا عايزه، واستغنى تماما عن الشمال زي ما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكده انا ما كسرتش ولا حاجه ابدا قاعده ديني بيقولي عليها. وكمان الاتيكيت هو اللي نهانا عن ان احنا نستخدم الاتيكيت اللي بيتنافى مع دين او ثقافه شعب ومجتمع او صحه. انا حاسه انه في حاجه مثلا هتضرني انا صحيا فورا على طول، وده ده الاتيكيت الدولي، الاتيكيت الدولي اللي هو كل الدول متفق عليه. زي ما قلنا برضو ان الاتيكيت الدولي متفق عليه ان احنا ما ينفعش نتكلم بايدينا، وفي ايدين بتبقى انت ما بتركزش في الكلام من كتر ما الايدين بتتحرك، فانت بتبقى مش عارف تركز في الايدين، ولا البادي لانجوج بتاعت الشخص اللي قدامك كتيره قوي. طب في حد بقى تاني هيجي يقول لي انه انا مش بعرف اتكلم غير بايديا، والطبع بيغلب التطبع، وده طبعي. ارجع اقول له ان انت خلال 21 يوم لو انت اصريت فعلا ان انت تغير طبع فيك، سواء بقى حركات بايدك بادي لانجوج، سواء انت غلط، سواء انت عصبي، سواء انت بتتعاطى مثلا نوع معين من سوري ان انت بتاخد نوع معين من المشروبات الغازيه، ان انت بتاكل شوكليت كتير، اي عاده خاطئه انت بتعملها، اي تصرف غلط انت بتعمله، تقدر ان انت تتخلى عنه بمنتهى السهوله لو انت عدى عليك 21 يوم. حتى احنا كمان بنلاقي الدليل على كلامي ده ان احنا في رمضان، بعد ما رمضان يخلص احنا بتلاقينا بنيجي ناكل او نشرب بنفتكر احنا صايمين ولا لا، وتلاقي نفسك مش عارف تاكل وقت ما العصر بيأذن او الظهر بيأذن، انت عايز تاكل وقت المغرب، لان اوريدي انت اتعودت ان انت 30 يوم بتاكل بنمط معين،
وطول النهار انت ممنوع من حاجة معينة، حتى تيجي بالنهار تاكل حاجة او تشرب حاجة فتحس ان انت في حاجة غلط. تخيل بقى ان انت لو عودت نفسك 21 يوم على عادة انت مش بتعملها مرة واحدة في اليوم، ده انت بتعملها كل شوية، ان انت تتجنب تتكلم بإيدك كتير، ان انت تتكلم تغلط او تشتم، او ان انت تعمل اي حاجة فيها مثلا شكل مسيء لشخصيتك. احنا ليه بنقول نستخدم الاتيكيت، او ليه بنقول اصلا الاتيكيت في حياتنا؟ الاتيكيت هو بيجمل شكلك، بيخلي شكلك من شخص عادي لشخص راقي. انت امتى بتعرف تسلم، وامتى بتعرف تبعد، وامتى بتعرف تقرب، وامتى بتعرف تقابل ضيوفك وتحتفي بيهم، وكمان بتكون عارف. يعني في قاعدة في الاتيكيت جميلة قوي، ان انت لو في شخص انت ما بتكلموش او هو معرض عن الكلام عنك وانت دخلت ولقيته، طبعا هو معرض عن الكلام عنك، فانت بالتالي هتدخل المفروض انك تسلم على الناس كلهم وتسيبه. لا، ده مش اتيكيت خالص. قاعدة الاتيكيت بتقول ان انت يتسلم عليهم واحد واحد، يا اما تلقي السلام عليهم كلهم، وهو طبعا حر، لان اللي بيحترم بيحترم ذاته مش بيحترم حد تاني ابدا، اللي بيحترم بيحترم ذاته فقط. فانا لو مش عايزه اسلم عليه مثلا وفي بينا مواقف انا لسه محتاجه ان انا اناقشه فيها، فبلقي السلام على المجموعه اللي قاعده كلها، مساء الخير، عاملين ايه، مرحبا بيكم، ازيكم. هو بس مجرد ان انا بلقي السلام عليهم كلهم وما بخصصش حد معين، علشان ما بقاش كسرت قاعدة في الاتيكيت ولا دين ولا اصول بتقول الكلام ده. طيب انا دلوقتي سلمت خلاص، اديت فروض التحية وعرفت ايه اللي ليا وايه اللي عليا، ومفروض اقوم لمين واقعد وما سلمش مثلا وانا واقفة، والاتيكيت اول مرة ان انا اشوف حد بسلم بالايد بس، ويكون في مسافة بيني وبينه، ايدي تكون هي المسافة اللي بيني وبينه، وكمان ما كنش بسلم عليه وانا برد على مسج مثلا، او بمسح حاجة وقعت عليا. لا، المفروض ان انا ما سلمش عليه غير وانا واقف وايدي مشدودة ومبتسم واقف قدامه، وكمان ببص في وشه. ممكن حد تاني بيكون كذا حد واقف فيسلم عليك وهو مداير وشه بيكلم حد، ازيك عامل ايه، ويبص مثلا بيكلم حد تاني، ده مش اتيكيت خالص. طيب انا قعدت وكان في كذا شخص، يعني انا حتى في كذا شخص في القعدة، وابتدي ان انا مثلا الشخص اللي معرفنا على بعض وابتدي اقول له ده فلان انا اعرفه مثلا بقالي فتره، وهو شخص فيه وفيه وفيه وفيه، وابتدي امدح فيه. طيب مش المفروض ان انا امدح حد والتاني قاعد ومش بمدحه، لازم ان انا برضو اراعي انه ممكن التاني يزعل وانا لسه برضو معرفش طبعه. طيب كمان الكلام اللي بيبقى خاص بقى بالسن، هو انا ممكن ما اسالش الست على سنها واسال راجل؟ لا، ما ينفعش ان انا اسال لا ست ولا راجل على سنه الا لو هو تفضل وقال سنه. ولو انا ممكن يعني عايزه احاول اعرف السن، فبقول مثلا لو انا ما عنديش مانع بقول انا سني كذا، لو هو ما عندوش مانع هو بالتالي بيقول انا كمان سني كذا، او ايه ده انت اصغر مني او اكبر مني، لكن ما اقولوش انا سني كذا، طب وانت بقى سنك كام؟ طيب في كمان مواضيع ما ينفعش خالص ان احنا نتكلم فيها، بس مش للغير، ليا انا. وانا قاعد ببتدي اقول انا العربيه بتاعتي ماركتها كذا، انا لسه مغير العربيه بتاعتي مرتين بس في اسبوع واحد، وكل ما بتنزل عربيه جديده انا بجيب الموديل الجديد. هل ده من الاتيكيت؟ لا، التباهي مش من الاتيكيت ابدا. وفي عندنا، طيب معانا تليفون، استاذه اقبال من سوهاج. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. الحمد لله. بصي، هو حضرتك اسلوبك جميل وموضوع حلو خالص، ميرسي، بس كلك ذوق والله. كنت عاوزة حاجة كده، مش عارفة اتفضلي. هيبقى ليها علاقة بالموضوع ولا لا. اتفضلي طبعا. بصي، عاوزة يعني حتة الثبات الانفعالي وكده في التعامل، حاضر، وعاوزة إشارة للمكفوفين يعني في الإتيكيت وكده، لأن هم طبعا أنت عارفة بيعانوا يعني، وأنا واحدة منهم. لا يا فندم، يعني تاني إشارة للمكفوفين بمعنى؟ يعني في بعض الاساليب اللي في التعامل، لانهم بيعتمدوا على الثنائيات وكده، اكيد هو اكيد يا الشخص فندم، بيسمع باستمرار، اكيد يا فندم، حاضر، هرد على حضرتك. فبيكون محتاج بس ذكاء، لان برضه بيعاني من يعني عدم الذوقيات في من الاخرين يعني كده، اكيد طبعا. وبرضه حته الثبات الانفعالي، انا الصراحه ما عنديش ثبات انفعالي في التعامل.
تمام يا أستاذة إقبال، هرد على حضرتك حالا، نورتينا. أستاذة إقبال، الثبات الانفعالي زي ما قلت لحضرتك إنه أنتي عايزة تثبتي عادة عندك، افضلي مارسيها لمدة 21 يوم بدون انقطاع. اعملي زي تحدي مع نفسك، أنا مش هتعصب. ولازم قبل ما تقبلي على الخطوة دي تحطي في بالك إنه انا فيا الصفات كذا وكذا وكذا حلوه. انت لازم تشوفي صفاتك الحلوه وما تشوفيش صفاتك الوحشه. منين بيجي العصبيه؟ العصبيه بتيجي من ان انا دايما شايفه صفاتي الوحشه، شايفه ان انا ملامحي الوحشه ومش شايفه ملامحي الحلوه، شايفه صفاتي السيئه ومش شايفه صفاتي الحلوه. طول الوقت كمان انا لسه كنت بقول ثقافه الاستهلاك عند شعب كامل، ان هو متخيل انه قيمتي بقيمه انا لابس ماركه ايه. الغرب او الغربيين يعني بيستخدموا الماركات في الاماكن اللي هي سهرات، حاجات كده معينة في الشغل بيلبسوا عادي جدا لانه الشغل شغل والهزار هزار، فبالتالي هم عارفين هم بيعملوا ايه. فانت كمان لازم تكوني عارفة ما فيش حد ربنا ما خلقوش عنده مميزات في شكله في صفاته. فانت لما تقعدي مع نفسك وتكتبي صفاتك الحلوة، تلاشي تماما عن صفاتك الوحشة، وده اول حاجة علشان تعززي الثقة بالنفس عندك، ان انا ربنا ميزني وميزني بميزة انه اكيد منور بصيرتي. ممكن يكون حد ربنا مديله بصر بس مخلي البصيرة عنده منعدمة تماما، والبصيرة دي هي حاجة روحانية مش أي حد بيفهم فيها. فممكن حضرتك تقعدي مع نفسك وتكتبي مميزاتك الحلوة اللي عندك، يعني ما شاء الله هتلاقي ربنا مديكي مميزات كتير قوي. وتبتدي تقولي طيب أنا بقى هبص للصفات الوحشة، أو همسك صفة صفة. أول صفة مثلا عندي العصبية، طب أنا عايزة يبقى عندي ثبات انفعالي وبطل عصبية. اللي قدامي لو عايز يضايقني هيضايقني بسهولة لو أنا عصبي، لكن لو أنا حاطط في بالي صفاتي الحلوة وكل شوية بفكر نفسي بيها عمري ما هتعصب. وزي ما قلتلك، لو في جملة معينة ثابتة في دماغك إنه اللي بيحترم بيحترم ذاته مش بيحترم اللي حواليه. أنا دلوقتي لما قابل ضيوف كويسين في بيتي وهم مثلا ليهم تصرفات غير مقبولة، هل أنا علشان ليهم تصرفات غير مقبولة أقوم أسلم عليهم بطريقة مش كويسة؟ أنا كده هزقت نفسي وهنت نفسي، لكن ما ردتش الإساءة للي قدامي أبدا، أنا كده أسأت لنفسي أنا. وكمان أنت اللي تقدري يعني تعلمي اللي قدامك صفات، إنه قد إيه أنا كنت وحش معاها وهي جميلة الخلق، الخلق جميلة الخلق، وإن شاء الله أكيد هتكوني جميلة الخلق. فقد إيه هي جميلة الخلق وما ردتش عليا زي ما أنا رديت عليها. نقدر نعلم اللي حوالينا حاجات كتيرة جدا بأدبنا بردنا الحلو. ولكن طبعا في كده يعني استوب معينة، عقلي هو اللي بيقولي أعمل استوب عندها لما ألاقي اللي قدامي تمادى. وزي أنا في الحلقة اللي فاتت قلت إن عندي صفتين برجع فيهم، مرجعين برجع فيهم لتعاملي مع الشخص اللي قدامي، هو الدين والأصول. في حد دايما بيبقى يقول لك عيب حرام حرام عيب، طول الوقت الكلمتين دول عنده، فانت تقدر ان انت تتعامل معاه وانت قلبك وضميرك مرتاح. ليه؟ لانه دايما هتلاقي عنده يعني رادار كده بيرصد الاخطاء بتاعته، هتلاقي دايما عنده نفس لوامة. لكن اللي مش بيخاف من ربنا ولا عنده مرجعية للدين ولا الاصول، لا هيتعلم من تصرفاتك الحلوة، ده انت تبعدي عنه. تحاولي لو هو مفروض عليكي حاولي ان انت تقللي او ان انت تحدي من التعامل معاه بشكل مباشر. فكره انه حضرتك بلايند او من المكفوفين دي حاجه ربنا انعم عليكي بيها، ودي نعمه ربنا حباكي بيها، انه قد يكون ربنا مديكي بصيره مش عند الناس المبصره. فانتي بس بمنتهى السهولة دي حاجة ربنا اللي اداهالك. فاللي قدامك هو بيتعامل معاكي لازم تلفتي نظره، الفتي نظره ان يعني انتي عندك الصفة دي، مش عيب ولا حرام ولا غلط. وطبعا هو هيتفهم حاجة زي كده وهيبتدي يتعامل معاكي على هذا الاساس. ولكن ما ينفعش انك تتوقعي ان اللي حواليكي هم اللي هياخدوا بالهم من حاجة زي كده، خصوصا انه الناس بقت اللي بيخرج مع اولاده اللي بيخرج مع صحابه، فتلاقي كل واحد مشغول باللي حواليه، ما بيبقاش حد عنده
يعني الطاقة ان هو يركز قوي مع اللي قدامه. فانتي لو في موقف الفتي نظر اللي قدامك ليه، ومنتهى طبعا الجدعنة بتاعت الشعب بتاعنا هيتعامل معاكي بطريقة جميلة. واتمنى ليكي طبعا ان انتي تحاولي تتغاضي عن كل الصفات السيئة اللي عندك في خلال 21 يوم زي ما احنا قلنا. طيب، الاتيكيت اي تصرف او سلوك هو صورة لذاتي، يا اما جيدة يا اما سيئة، زي ما قلت هو بيعكس شخصيتي انا، مش انا بقول ده اللي قدامي ده اتصرف معايا تصرف وحش فانا هرده له. ثقافة غلط تماما تماما تماما. اي احترام، فانا بحترم ذاتي مش بحترم حد. طيب، احنا كنا بنتكلم على قبل تليفون استاذ اقبال، كنا بنتكلم على ثقافة الاستهلاك، فكرة انه انا متخيل انه انا حلو بلبسي وبالبراندز اللي انا بلبسها وبالميك اب الكتير. يعني موضوع الميك اب الكتير ده مشكلة، والبنات اللي بتحط ميك اب كتير جدا في الجامعة، البنات اللي بتبقى لابسة لبس مبهرج جدا بالنهار وبتبقى شكلها مش لايق خالص انه ده لبس نهار، زي ما احنا عارفين انه برضو من الاتيكيت ان انا البس لبس للنهار ولبس لليل. مش كل اللبس ينفع لاي وقت، ما ينفعش البس مثلا حاجه بايات كتير قوي وبتلمع كتير قوي واروح بيها الجامعه وتبقى بالنهار، ما ينفعش البس الحلق اللي هو الكبير قوي ده واروح بيه بالنهار، ما ينفعش احط روج احمر مثلا لونه فاتح كتير واخرج بيه بالنهار. هو بيخلي شكلي حلو ولكن مش في اي وقت، بالليل ليه لبسه وليه الميك اب بتاعه، وبالنهار ليه لبسه وليه الميك اب بتاعه. طيب، من ضمن اتيكيت التعارف لاول مره وهو العريس والعروسه، في ناس كتير قوي بتبقى مش عارفه احنا طبعا يعني اتيكيت التعارف احنا بنحاول نجيبه من from A to Z، من البدايه للنهايه. مرينا بانه ناس بتتعرف على بعض في مكان عام، دلوقتي هندخل على المنطقة بتاعت انه العريس والعروسة. طيب، ازاي العريس والعروسة يتعرفوا على بعض، وايه الستبس اللي المفروض ان هم ياخدوها، يلبسوا ايه، حاجات كتيرة جدا. طيب، دلوقتي العريس بيتصل باهل العروسة، بيتصل بيهم طبعا عن طريق والده، بيكون في كوميونيكيشن بينهم، بيتصل ببابا العروسة وبياخد منه ميعاد، ودي اول خطوة، خطوة سهلة كلنا عارفينها، وعن طريق كمان اجدادنا زمان انه والد العريس بيكلم والد العروسة بياخدوا ميعاد. طيب، نيجي بقى للبوينت اللي بعدها ونبتدي بقى الاتيكيت، ان انت هتوصل في ميعادك ولا هتوصل متأخر. هوصل في ميعادي ولا هوصل متأخر؟ طب افرض انا وصلت عايزة اوصل في ميعادي، مفيش حد عايز يتأخر، و كان في ظرف طارئ حصل في الطريق فانا اضطريت ان انا اوصل متاخر، المفروض يكون في تليفون منك، انا هتاخر شويه عشان الطريق زحمه. طيب، مين بيفتح الباب؟ وده كتير جدا بنساله، العروسه بتكون مكسوفه ويقولوا لها لا افتحي الباب علشان انت العروسه ومش عارفه ايه وحاجات كده. طيب، هو المفروض ان مامتها وباباها بيكونوا في استقبال العريس واهله، وهو بيدخل اخر واحد، لو معاه مامته بتدخل الاول، مع اخواته البنات بيدخلوا الاول، وبعد كده بيدخل طبعا باباه، بس ladies first طبعا زي ما كلنا عارفين قاعده الاتيكيت المعروفه، وبعدين هو بيدخل اخر واحد، وما بيقعدوش في المكان اللي يحلو لهم الا لما اهل العروسه يقولوا لهم اتفضلوا هنا. تمام، بتبتدي العروسه تدخل، بس في عرايس بتتاخر كتير قوي، بتبقى مكسوفه محرجه، تقول انا عايزه احضر شويه صغيره من القعده، المفروض 5 دقائق وتبقي قاعده معاهم علشان هو اوريدي جاي علشانك انت. فاحنا قلنا انه من باب الكسوف انت خليتيهم يدخلوا وما فتحت لهمش الباب، وسبتي مامتك وباباك يرحبوا بيهم وبعدين تدخلي بعد 5 دقائق. طيب، بيبتدوا بقى طبعا، لو انت طبعا داخله مش عارفه تسلمي على مين، في عروسه بتدخل دايركت وتسلم على العريس اول واحد، ده مش اتيكيت، المفروض انت بتشوفي مين من النساء او الستات معاه، مع مامته مع اخته، بتسلمي على مامه العريس الكبيره، وبعدين تسلمي على اخته لو معاه اخته، ولو معاه خالته او كده، بس مش مفروض ان احنا ناخد خالته وعمته معانا واحنا رايحين، او حتى لو العريس عنده اخت متزوجه ومعاها اطفال، مش من الاتيكيت خالص ان احنا ناخد اطفال. طيب، معانا تليفون من استاذه اماني. الو الو، ايوه استاذه اماني، ايوه حضرتك منوره، اتفضلي. لا حضرتك، ايوه يا فندم اتفضلي، احنا سامعين حضرتك. عايزة نسأل يعني سؤال؟ اتفضلي حضرتك على الهوا معانا. ماشي، الو، اتفضلي يا فندم. ماشي والله،
الو استاذه اماني، ميرسي يا استاذه اماني، حاولي تكلمينا تاني. اوكي، بنبتدي نتكلم على انه هي بتسلم على مامه العريس وبعدين تسلم على اخته. انا كنا بنتكلم على بوينت انه مش المفروض ان اخد معايا اختي واولادها، باخد معايا اختي لو مش متجوزه، بحيث ان هي فرد واحد بس، فهيبقى سهل ضيافتها وسهل كمان الترحاب بها. لكن الاطفال بيبقى القعده دي ملهمش اي مكان خالص. انا بسلم على مامه العريس واخته، والعريس اخر واحد بعد ما اكون كمان سلمت على بابا. العروسه مش مفروض انها تكون، هي مش رايحه النادي، في بنات بيبقوا لابسين كاجوال سبورت. انت عروسه، حاولي ان انت تبقي يعني فمنن على قد ما تقدري، انثى على قد ما تقدري. تلبسي ممكن لبس دريس مثلا حلو يخلي شكلك حلو، الالوان اللي هي الباستيل الحلوه اللي هي اللي بتبقى بتدي بتطفي انوثه وجمال على البنوته، ميك اب طبعا رقيق. انا بس عايزه اقول حاجه مهمه جدا، ان البساطه بتساوي كده الاتيكيت، البساطه في الاكسسوارز الاكسسوارات، البساطه في اللبس، البساطه في الشكل، البساطه في الميك اب. طيب ده بالنسبه للعروسه. احنا كمان عارفين القعده انها ما بتيجي تقعد ما بتقعدش مره واحده، هي بتقعد الاول على الكرسي رجليها مضمومين واخدين كيرف معين، وبعدين تبتدي تسند ظهرها بالراحه على الكرسي وايديها كمان واخده كيرف معين، وما بتحطش رجل على رجل ابدا، لانه عيب ان انت تحطي رجل على رجل قدام حد اكبر منك. طيب العريس بيبقى لابس ايه؟ ممكن بشوف في عرسان بيكونوا رايحين يتقدموا للعروسه بيكون لابس بدله كامله. السوت او البدله اللي انت لابسها هي المفروض تبقى سيمي كاجوال، بمعنى انه او سيمي فورمال، حاجه من الاثنين. لا هي سيمي فورمال ليه بقى؟ لان انت ما بتلبسش جينز ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، انت بتلبس الشميز والبنطلون من غير الكرافات او من غير البيبيون، طبعا ده مش وقت بيبيون خالص، او ان انت تلبس الشميز الكلاسيك ومعاه البنطلون بس، يعني بتبقى رايح تقليدي جدا. العريس اللي بيبقى تمام. اوكي معانا استاذه اماني. استاذه اماني ايوه استاذه اماني اتفضلي. عليكم السلام، اتفضلي. ماشي والله يا حبيبتي، انا عندي سامعاني؟ يا فندم اتفضلي. ماشي، انا عندي بنتي ايه يعني عصبيه عايزه تتحكم في نفسها. ازاي ده؟ عندها كام سنه؟ عندها 19. يعني مثلا ايه لو حد كلمها ممكن ترد على الاول وبعدين تفكر ان هي غلطانه، فاهماني؟ ايوه فاهمه حضرتك. ماشي فعلا. تمام، انا هرد على حضرتك حالا. نورتينا يا استاذه اماني. لازم انتي طبعا تقعدي تتكلمي معاها وتفهميها انه انا بشوف انه كتير جدا لما الامهات يعني بتقعد مع بناتها، يعني احنا دايما نقول صاحبي بنتك، صاحبيها صاحبيها، لان 19 سنه ده هي لسه خارجه من سن المراهقه، وفي سن بيبقى سن المراهقه ده بيوصل ل 19 سنه في عصرنا الحالي، او ممكن تبقى 19 سنه و لسه ممتد سن المراهقه معاها، بتكون لسه مش عارفه هي عاطفتها يعني متقلبه، بتبقى خلاص لها بقى شخصيتها المستقله، مثلا عايزه بقى تبقى مرتبطه مش عارفه ايه حاجات كده، فبيبقى لسه الدين كمان مش متمسكه بيه قوي، يعني في لما تكون مثلا دخلت خلاص بقى في العشرينات وكده. الام هي اللي بتقود المرحله دي في السن ده، وبتبقى مصاحبه البنت، بتتكلم معاها كتير. حضرتك عليكي دور كبير جدا انك تصاحبيها وتتكلمي معاها، اقعدي معاها. ودايما البنت بتقلد مامتها، يعني انا بشوف في كل المجتمعات بتلاقي البنت كوبي من مامتها، يعني دايما البنت بتطلع تعامل جوزها زي ما مامتها كانت بتعامل مع باباها، بتلاقي دايما البنت بتبقى حتى الردود، يعني حتى ردود في الكلام، انا مثلا بشوف ان انا كوبي من مامتي كل حاجه، حتى اللي حواليا بشوفهم هم كوبي من مامتها. فحضرتك اقعدي معاها قولي لها مثلا انت تعالي كده اكتبي الصفه اللي مضايقاكي، ان انت عصبيه ومتسرعه، اكتبي الصفه دي قدامك في ورقه تبقى قدام عينيكي طول الوقت وانت شايفاها طول الوقت، وتعالي نشتغل على ان احنا نغيرها. قدامك 21 يوم كانك صايمه عن العصبيه، ونرد السريع. طب هو اللي بيصوم عن الاكل ما بياكلش ولا يشرب، طب اللي هيصوم عن العصبيه ده ازاي الصيام ده؟ انت لما تيجي تتعصبي اسكتي على طول، افصلي، شيلي الفيشه، شيلي فيشه الكلام اللي انت بتكمليه.
العصبي يعني ايه واحد عصبي؟ يعني ما بيقدرش يتحكم في رد فعله. يعني مثلا دلوقتي اي حاجة حصلت، اي حد مثلا قال لي كلمة، فانا اقوله طب وانت مالك، انا لقيت نفسي قلت الكلمة دي وانا مش مدرك ان انا قلتها. طيب الكلام اللي بعده لا، انا ما اقولوش بقى، ما كملوش، اشيل الفيشة بسرعة، اعمل ستوب بسرعة، وابتدي اقول المرة الجاية انا مش هقوله انت مالك ومش هتعصب. مرة بعدها مثلا هتلاقي قلت وانت وتعصبت وسكت. كل مرة هتلاقي نفسك بتعرض على ايه؟ على حاجة معينة. دي اول خطوة. تاني خطوة ان في ردود بديلة تقدر ان انت توقف بيها اللي قدامك عند حده. زي ما قلت ان في ناس، يعني بداية خالص احنا بنقول ان الاتيكيت التعارف لاول مرة واتيكيت التعاملات، في ناس ما ينفعش ان احنا نشيل الكلفة بيننا وبينهم. يعني البداية الغلط بتؤدي لنهاية غلط وبتؤدي لتعامل غلط. انا في شغلي في ناس بتعامل معاهم ما ينفعش ان انا اشيل الكلفة بيني وبينهم. في مسافة مثلا تاني مرة بتلاقيهم قاعدين يهزروا مع بعض وشايلين الالقاب وشايلين الكلفة تماما، وفي النهاية هو لما بيبتدي يقول لي حاجة غلط انا بتعصب عليه. طب ما ده غلطي انا. من البداية خالص احدد علاقاتي، صحابي بيبقى احنا واخدين على بعض اكتر، فبالتالي انا مش هزعل ولا هتضايق لان احنا صحاب. وبيننا عتاب، ممكن اقدر اعاتب صاحبي اقول له مثلا انت تقدر تساعدني في ان انا بحاول احد من العصبيه بتاعتي، مامتي مثلا، اخواتي، يا جماعه انا بحاول ان انا اقلل عصبيتي، لو سمحتوا ساعدوني. هتلاقيها هي من نفسها اول كلمه بتقولها وهتلاقيها يعني التزمت الصمت وسكتت. كمان هي لسه صغيره، يعني لسه ما عندهاش مسؤوليات حياتيه علشان نقول ان هي شايله مسؤوليه اكبر من طاقتها. طبعا انا معرفش هي ظروفها ايه، ولكن الام دايما هي زي ما بنقول كده ان الطفل بيبقى مراية البيت ومراية اهله، فالبنت برضو بتبقى مراية مامتها، هي صنع مامتها. يعني حتى الاب دايما طول الوقت هو في الشغل، بيبقى له جزء في التربية، هو جزء ان انا اقوم ولادي عن طريق باباهم، انا هقول لبابا ان انت عملت الحاجة الفلانية، اللي هو القوامة بتاعت البيت. لكن السلوك اليومي اللي انا عايشه، يعني انا ام، ال 99% من البيت هو ام، يعني 99 ويكاد يكون 9 من 10، صوتي عالي في البيت هيبقى صوتهم عالي، انا عصبيه هخليهم عصبيين، انا بشتم شتيمه معينه هتلاقيها هي بتطلع بتشتم نفس الشتيمه، لو انا بقول ميرسي وشكرا وهاديه هتلاقيها هي كمان بقت هاديه. هو سلوك عيله وهي بتطلع جزء من العيله دي وبتقلد دايما مامتها. بس انا شايفه ان جزء من حضرتك عليه يا استاذه اماني، يعني جزء من سلوك العصبيه على حضرتك. اعتقد ان انا كده ممكن اكون جاوبت على السؤال بشكل وافي. طيب نرجع بقى لاتيكيت الحديث تاني واتيكيت العروسه والعريس. كنا بنتكلم في اتيكيت العروسه والعريس، في مقوله حلوه قوي لارسطو بيقول ليست الشجاعه ان تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعه ان تعتقد كل ما تقوله. ففكره انه العروسه او العريس يقعدوا مع بعض لاول مره بيبقى ممكن يكون في كذب شويه. يعني بتلاقيهم ايه، في كده خيال بيسرح لبعيد قوي ويبتدي هو عايز يجمل نفسه. انا بشوف انه هي مش صفقه، هي بتبقى الجواز ده اصله مش، في ناس بتشوف ان هو ده هيتجوز، لا انا بشوف ان هو حاجه يعني قويه جدا. يعني انت هتتجوز جواز، يعني انا هعاشر واحده، ده كمان مش دنيا بس، ده دنيا واخره، انا هعيش مع واحده. طيب نكمل موضوعنا بعد تليفون استاذه رانيا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام استاذه رانيا، اهلا بحضرتك. الحمد لله يا حبيبتي، تمام، اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك على الثقه في النفس. تمام، حضرتك عايزه تعززيها وتزوديها عندك؟ تمام، اوكي، حاضر، هرد على حضرتك. حاضر. طب حضرتك لسه معانا؟ تمام، اوكي. انا بس كنت عايزه اسالها، انت ايه اللي شايفاه في نفسك قليل مخليكي مش عارفه تبقي واثقه في نفسك؟ لسه من شويه كنت بقول مفيش حد عنده صفات سيئه 100% 100%، مفيش حد عنده صفات حلوه 100%. انا اللي بعمل ده لنفسي، انا اللي بخلي نفسي مثقفه او جاهله او مش عارفه حاجه خالص في الحياه، انا اللي بخلي نفسي نظيفه وريحتي حلوه لما حد بيجي يسلم عليا،
بيبقى حابب ان هو يسلم عليا عشان انا نظيفه وريحتي حلوه. انا اللي بخلي نفسي مش مؤذيه للعين لما حد بيشوفني يقول ايه اللي هي عاملاه كله ده بالنهار، او ايه اللي هي اللبس المبتذل اللي هي لابساه ده مخلي انا كراجل او كست ان انا اتكسف ابص لها. يعني انا اللي بعمل حاجات ببقى صوره نهائيه للناس. طيب فكره بقى المناخير والبق والحاجات دي كلها، انا كتير جدا بشوف انه في ناس بيبقى شكلا عاديين بس مجرد ما بتعامل معاهم بلاقيهم بقوا احلى. بقوا احلى ليه؟ لان شخصيتهم طغت على شكلهم. كمان النظافة، يعني انت كست نظيفة، كست يعني في واحدة مثلا ممكن تبقى شكلها مش حلو قوي، او لون بشرتها مثلا مش فاتح رغم ان اغلى موديل في العالم كانت مش سمراء اللون، كانت سوداء البشرة، كانت عندها كمية ثقة في نفسها رهيبة رهيبة رهيبة، وكانت اغلى موديل في العالم كله، وده لانها كانت عندها ثقافة، كانت عندها ملامح جميلة، وكانت عندها بشاشة، وكانت كمان عندها جسم حلو محافظة على جسمها. انت تقدري ان انت تكوني شخصية مثقفة بشوشة صاحبة روح وشخصية محبوبة، والثقة بالنفس بتيجي عن طريق ان انا اعزز الصفات الحلوة اللي عندي. ما اقعدش اقول انا بيقولولي ان انا قصيرة، بيقولولي ان انا تخينة، بيقولولي ان انا طويلة زيادة عن اللزوم وطولي عامل زي الرجالة، ده بيقولولي ان انا رفيعة جدا ومش عارفة، بيبتدوا يتريقوا انه دي ممكن مش عارفة نعمل ايه وتسوي ايه ده عشان رفيعة. فكتير جدا بيبقوا ما عندهمش ثقة في نفسهم بسبب ان هم طول الوقت قدام عينيهم هم شايفين الصفات السلبية بتاعتهم، مش شايفين اي صفات حلوة خالص. انتي مفيش ست مش حلوة، مفيش على وجه الارض ست مفيهاش. صوتك نفسه لو حطيتي بس مانيكير بتلاقي ايدك احلوت. حاجات كتير جدا، يعني يمكن محتاجين حلقات وحلقات وحلقات علشان نقول انت ممكن تبقي فعلا حلوه. بلس كمان ان انا بحط يعني سبوت كده على النظافه. النظافه ريحتك انت، يعني ريحتك، شكلك، اسلوبك في الحياه، في البيت، الستبس دي كلها ليها علاقه بان انت تبقي واثقه بنفسك ولا لا. يعني النظافة من الإيمان كلنا عارفين، بس مش كل الستات بتطبق ده. ممكن ست تبقى خلاص أنا مش حلوة، أنا ما عنديش ثقة في نفسي، أنا مش بعرف أتكلم، أنا ما بيش يعني. كمان اللي ما عندوش ثقة في نفسه ده ما بيشوفش نفسه حلو. أنت تبقي نظيفة دايما، ريحتك حلوة، تهتمي ببشرتك مثلا بأقل الإمكانيات، لو حتى بتأكلي ولادك زبادي وفضل شوية حطيهم على بشرتك بدل الكريم الغالي. يعني أنا بشوف إن الاهتمام بالنفس ملوش علاقة بالإمكانيات المادية، ملوش علاقة بنسبة كبيرة، ولكن طبعا لو دخلنا بقى في الجمال اللي هو الاصطناعي ده لا تكلفه كتير طبعا، لكن الجمال اللي احنا بنقول ان هو شوية كريمز وحاجات كده في متناول الجميع، لا ممكن طبعا تهتمي بنفسك جدا. والبنت او الست ليها مواصفات انك تكوني هادية ورقيقة ولطيفة ومش مصطنعة، في ده يكون ده طبع من طباعك عن طريق ان انت تمارسي ده 21 يوم. صدقيني هتلاقي نفسك اتغيرتي. حاولي تقري كتير لان الثقافة بتحلي وبتجمل. زي ما قلتلك انه في ناس كتير قوي انا بشوفهم بيكون شكلهم في نظري انا بحس انه هي عادية. في مقولة حلوة قوي بتقول تكلم حتى اراك فان المرأة مغبوءة تحت لسانه. يعني ايه ده؟ يعني انا مجرد ما شفته هو كده انا ما شفتوش صورة كاملة؟ اكيد لا. مجرد ما بيتكلم انت انطباعك عنه بيكتمل. يعني انا لو ماليش يد في شكلي ليا يد في شخصيتي، في طريقة كلامي، في الاتيكيت اللي احنا بنقوله دلوقتي في الحلقة، اللي احنا ازاي نتعلمه، ازاي اللي بيتعامل معايا بعد ما يخلص يقول قد ايه هي انسانة فعلا لطيفة ومحترمة، وما يبقاش مصطنع. ده يبقى طبع من طباعك، مش مجرد ان انا خارجة من باب البيت ابقى جميلة وجوه لا. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نكمل في حلقات تانية. وكانت معاكم شاهين دشاور، والإتيكيت في حياتنا. باي باي.